اليوم بدي أكمل معاكم موضوع التربية الإيجابية أو التربية الحديثة، وخاصة إذا أنتوا كنتوا في المهجر أو في كندا محل ما أنا موجودة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف. احنا بنحكي على الحياة بكل ابعادها، من صعوبات، من سهولات من اشياء سهلة. بنحكي على تطوير النفس وتطوير الذات، وبنحكي على الطاقة، وبنحكي على الطاقة البشرية. هلأ عم بحكي انا على موضوع التربية الايجابية بدل ما نحكي على الافكار الايجابية. بدي أقرأ لكم شغلة اللي كلنا بنعرفها وكلنا درسناها، بس بدي أفسرها من منطلق التربية الإيجابية بدل ما أنا أقعد أحكي لكم على أشياء تعملوها أوريدي إحنا عنا إياها موجودة قدامنا. سو خليني أقرأ لكم إياها ونبدأ بيت شعر واحد ورا الثاني. سو أنتوا عارفين الشاعر جبران خليل جبران طبعاً، فهو كتب على الأولاد ما يلي: إلى العالم ولكن ليس منكم. أنا حوقف هون علشان أحكي شوي عليها هاي الفقرة أو البيت الشعر هاد. أولادكم ليسوا لكم. إحنا هلأ لما منجيب أولادنا وعلى الحياة منعتبرهم إنه هم ملكية لإلنا، وإحنا بنقدر نعمل أي إشي بدنا إياه بطريقة التربية تبعتهم. بس إذا فكرنا بمقطع من الشعر هيدا اللي بقول أولادكم ليسوا لكم، يعني بدنا نعتبرهم كأنه جايين ضيوف علينا، بدنا إحنا ندير بالنا عليهم. هم إجوا للحياة عن طريقنا بس مش منا، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم. هيدي الشغلة كتير مهمة، لأنه إحنا إذا منتطلع عليهم إنهم مش ملكية، then إحنا حنعاملهم بطريقة تانية غير الطريقة اللي منعاملهم فيها حاليا. أنتم تستطيعون أن تمنحونهم محبتكم، ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، لأن لهم أفكارا خاصة بهم. هيدي النقطة مهمة كتير إنه إحنا نفهمها. ليش؟ لأنه إحنا أوقات كتير من ربي أولادنا ومنزرع فيهم أفكار معينة، وبدنا إياهم يكبروا بنفس الطريقة اللي إحنا ربناهم فيها، بنفس الأفكار اللي إحنا زرعناها في مخهم. إذا إحنا هيك توقعنا، معناها أولادنا حيطلعوا نسخة كربونة منا، نسخة أصل. والحكي هذا أصلاً بالحياة ما بصير، لأنه الأولاد كل واحد له شخصيته وله عقليته اللي بيفكر فيها، وخاصة لما يجوا الأولاد ويربوا في المهجر، لأنه طريقة التربية في بلاد الغرب بتحض على إنه الإنسان يكون عنده شخصيته الذاتية، مش إنه يقلد غيره ويتبع اللي الناس بيحكوا له إياه. لازم يستخدم طريقة التفكير التحليل، الاناتيكال اند لوجيكال ثينكينج. فإحنا أولادنا ما تستغربوا لما all of a sudden يكبروا، بصير عمره صار الولد 12-13 سنة، بيجي بيحكي مع الأب والأم بفكرة غير الفكر أو التربية اللي تربى عليها بالبيت. وهاي
أنا حقلكن ليه بتصير. بالأول الفاليوز أو المثل والأخلاق اللي إحنا منربي أولادنا عليها بيضلوا عليها لغاية ما يصير عمرهم تقريباً 11-12 سنة. لما يبلغوا ويبدوا بمرحلة التين ايج ييرز وبعدين بيبقوا يوث، بيصير هم بيكونوا أفكارهم الشخصية، بتطلعوا على الناس اللي حواليهم، بيعملوا تحليل للي بيصير من المجتمع، من الأشياء اللي بيسمعوها من الإذاعة، التلفزيون، من المدرسة، من أصحابهم، وبصيروا يكونوا هم أفكارهم الذاتية. وهذه الأفكار ممكن تكون بعيدة كل البعد عن المثل والأخلاق والأفكار تبعت الأهل، أو ممكن تكون إشي بالنص، أو ممكن يتشبثوا أكتر بالمثل والأخلاق اللي تربوا عليها. فكل طفل بياخذ مجرى بالحياة غير عن الثاني. وإمتى بتصيروا تشوفوا هذه التغييرات؟ لما يبدأ الطفل يدخل في مرحلة المراهقة، لأنه وقتها بصير بيوعى على اللي بصير حواليه وبده يكون شخصيته، ولازم انه هو يندمج مع اصحابه ومع المجتمع اللي عم بتربى فيه، فبصير عنده مثل واخلاق غير عن الاهل اللي هن ربوه عليها. فما تتفاجئوا وتقولوا للولد انا ما هيك ربيتك، انا ما هيك تعودت عليك، لانه الولد بده مساحة من الأمان ليقدر يطور شخصيته ويكون أفكاره. هلأ دائما فينا نناقش وفينا نقيم الموضوع ونحكي مع بعض فيه لنشوف إيش من هاي الأفكار بتمشي مع عائلتي ولا ما بتمشي، بس مش لا بالضرب ولا بالتعنيف ولا بالإهانة ولا بالإساءة، لأنه هذا الحكي غير مقبول أبداً، وفي قوانين صارمة في بلاد الغرب ضد الأهل اللي بتعاملوا مع أولادهم بهالطريقة. عشان ما أطول عليكم بالفيديو منكمل باللي بعده على بقية الشعر وطريقة وإيش علاقتها بطريقة التربية الإيجابية. شكراً كتير. بليز أعطونا thumbs up، لايك، شير الفيديو، علقولي عليه، قولوا شو رأيكم كمان بموضوع اللي خليل جبران حكى وبطريقة التربية الإيجابية وطريقة الأفكار. إحنا ما دام موجودين في بلاد الغرب لازم نوسع مدارك وعينا وأفكارنا لنتقبل الأفكار الإيجابية والمثل الإيجابية بالمجتمعات اللي منعيش فيها، علشان أولادنا ما يصير عندهم صراع داخلي، ونقدر إحنا وياهم نتأقلم بطريقة إيجابية ونوصلهم لسبل السعادة والنجاح. شكراً كتير. الله معكم. I love you all. Bye bye.